أكدت المؤلفة إنجي علاء مؤلفة مسلسل لعبة إبليس إنها استمرت كام سنة في تحضيرها لفكرة المسلسل. إنجي قالت إنها عرضت الفكرة على المنتج وليد صبري السنة اللي فاتت ورحب جدا بيها، ونفس الشيء حصل مع سيناريست عمرو سمير عاطف اللي كتب سيناريو وحوار المسلسل. مسلسل لعبة إبليس قام ببطولته الفنان يوسف الشريف زوج إنجي علاء، وشارك في بطولة المسلسل محمد رياض وشري عادل.